السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنحل تاني مساله في بروجكت اويلر اللي هو فيبونيتشي نمبر، فخليكم معايا. تمام، فالمساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك فيبونيتشي نمبر ده عباره عن ايه؟ قال لك اي رقم موجود في السلسله ديت هو عباره عن جمع الرقمين اللي قبله. تمام، فهو لو احنا جينا مثلا بدانا بصفر وواحد اللي هو طبيعي يعني ماشي، فهيبقى الرقم التالت ده عباره عن جمع الرقمين اللي قبله اللي هو يبقى واحد وصفر يديك واحد. تمام، رقم اتنين عباره عن واحد وواحد. تمام، رقم ثلاثة عبارة عن اتنين وواحد، وهكذا تفضل شغالة بقى. تمام، فهو في المسألة هنا، في رأس المسألة هو بادئ لك بس من واحد واتنين تلاتة وهكذا. يعني أنا بقول لك بقى اللي هو إيه الحاجة العامة، يعني اللي هو أول رقمين أساسا في الأعداد الصحيحة اللي هو صفر وواحد. تمام، تبدأ تجمع بقى. طيب فهو عايز إيه؟ هو عايز يجمع الأعداد الزوجية ماشي، بحيث إن يكون آخر فيبونيتشي نمبر عندك هو 4 مليون. تمام، ما تزيدش عن 4 مليون. تمام، يعني انت توصل ل 4 مليون. اول ما توصل ل 4 مليون فشوف بقى انت مجموع الاعداد لحد كده قد ايه. تمام، طبعا دي في هنا في تيد، يعني كان عاملين قوي تيد دوكس جميل جدا بيتكلم عن فيبونيتشي نمبر وازاي موجود في الطبيعه حوالينا في الزهور والحاجات كتير جدا يعني، والنباتات والكلام ده كله. تمام، طيب تعالى بقى نبدا ونشوف الكود هيعمل ايه. اول حاجه انا قلت الاي بري ديت ان هو مين، اللي هو الرقم البدايه، يعني مثلا ايه الرقم اللي قبله. فانا عايز مثلا احسب رقم خمسة ده. تمام، فاي بري هيبقى رقم اتنين، واي نيكست هيبقى رقم تلاتة. تمام، فهمني؟ تمام، فيبقى اي بري اللي هو صفر، واي واحد اي نيكست هيبقى واحد، اللي هو هنبدا بيه اللي هو هنبدا بصفر وهبدا بواحد. تمام، والاند بتاعتي اخر رقم هوصل له كام؟ اللي هو 4 مليون، اللي هو 4 في اس 6. تمام، الاي ديت اللي اختصار ل 10، يعني اللي هي معناها 4 في 10 اس 6. تمام، اللي هي 4 مليون. طيب وبعد كده التوتال دي المجموع الاعداد الزوجيه، طب بخليه بصفر. طيب بعد كده انا هقول له طول ما الاي بري اقل من او بيساوي الاند اللي هو 4 مليون اعمل نفذ الاتي. هقول له بقى لو الاي بري ماشي بيبقى الاسم على الاثنين خلاص ضيفه لي على التوتال بتاعي. تمام، وبعد كده خد اعمل لي كوبي الاي نيكست. طيب ليه؟ ما هقول لك عشان الاي نيكست هتبقى بتساوي مين؟ هتساوي الاي نيكست القديمه زائد الاي بري. تمام، وبعد كده الاي بري اسويها بالكوبي بتاعت الاي نيكست اللي هي القديمه. فاهمني؟ يعني هقول لك على حاجه، يعني مثلا ايه احنا المفروض بدانا هنا بصفر وواحد. تمام، فلما تيجي تخش هنا فيبقى الكوبي دي معناها كام؟ واحد. والاي نيكست هيبقى عباره عن كام وكام؟ هيبقى عباره عن صفر زائد واحد يديك واحد. تمام، والاي بري هيبقى الكوبي بتاع الاي نيكست اللي هتبقى بواحد، وبالتالي لما اجي ابدا تاني من الاول يبقى الاي بري بيساوي واحد والاي نيكست بيساوي واحد. تمام، وبالتالي اقدر اجيب الرقم اللي هو بعده اللي هو كام؟ رقم اتنين، وهكذا يعني، وافضل شغال كده. تمام، بس فدي الفكره يعني. طب ليه انا هنا بستخدم الاي بري؟ طب انا ممكن اشيل كل اي بري هنا مثلا، هنا وهنا وهنا، واحط اي نيكست. تمام، بس الفكره مثلا لو قال لك ابدا مثلا من اول كام؟ من اول مثلا اتنين، وبعد كده تلاتة، وبعد وهكذا يعني، ويفضل شغال كده. فانت لو كنت بدأت كده وانت بتستخدم اي نيكست، فانت المشكلة هيبقى عندك انت هتضيع اول رقم اللي هو اي اتنين ده، انت مش هتحسبه معاك، مع انه بيبقى الاسم على الاتنين، بس انت مش هتحسبه عشان انت بتستخدم اي نيكست. فعشان كده يعني ايه كضمان اكتر، او ان انت تثبت يعني إيه ان انت ما تضيعش اي رقم، بنستخدم الاي بري. تمام، هستخدم الاي بري قبلها عشان ايه ما اضيعش اي رقم. تمام، بس فدي الفكرة بقى. تعال بقى نشوفها اهو. تمام، ده الرقم اللي طلع معايا. تعالى كده نشوف هنا صح ولا غلط. مش عارف في ايه. تمام كده، ايه كده، تمام كده، الحمد لله حنان المشكلة، ما فيش اي خطأ الحمد لله. تمام، طيب بس كده، فهو ده حل المشكله كلها. الفكره بس ان انت تحط بس الحاجات ديت وتظبطها كده يعني كده خلاص. فهو اهم حاجه بس الجزء اللي هو بتاع اي بري واي نيكست ده، فانت تشوف انت هتعمل ايه بالظبط. بس فهو ده حل المساله. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.